هم كوكبة من مثقفي المدينة إلى جانب ضيوف من ولايات مجاورة. أضاء مقهى لوراسي المتواجد بساحة الثورة وسط مدينة عنابة بنصوص شعرية بالعربية والفرنسية. لا ندعي حكمة، فالجنون الجنون الجنون معلمنا الأول. أين الشعراء تحط رحالها بساحة الثورة وسط هذه الساحة المفتوحة على الجماهير التي جاءت للاستماع بهذه التنويعات وبهذه الألوان من الشعر الجزائري المعاصر. هذه مبادرة جميلة مليحة لتجمع الفنان والشعر. جو صيفي ونشوف العائلات كيفاش جاوا اليوم قوة، راه يعني سيتي اون مانيفيستاسيون اون بلوس. المشاركون أكدوا أن المبادرة باتت اليوم تقليدا أدبيا في المدينة، لم تشهد ولايات الوطن فعالية مشابهة لها، معتبرين عنابة السباقة لتنظيمه ومتمنين تكرارها. عنابة ليس غريبا عنها هذا الجهد الجميل، هذا الفضاء الذي يفوح إبداعا وشعرا ومحبة. المثقف أن يخرج للناس بدل أن ندعو الناس أن يأتوا إلى مراكز ثقافية مغلقة، على المبدع وعلى المثقف أن يخرج للشارع وأن يخرج للناس. الشعر أيضا ما يزال هو الجامع الذي يلم شتات المثقفين، خاصة حين يكون في هذا الفضاء المفتوح. هي جهود يبذلها مثقفو ولاية عنابة لترسيخ الفعل الثقافي المتميز، سيما وأن الفعالية تطل كل سنة من ساحة الثورة لتخرج الشعر والشعراء إلى الشارع العنابي، والهدف تقريب الشعر من المواطن.